تعني وين أرى فيها خير. أهلا بكم من الجنوب إلى الشمال وحتى الشرق وصولا. بوقع ثابت وحنجرة واحدة يصدح صوت السوريين في كل مكان يعلو، وهم يرددون الأهازيج نفسها ويعيدون المطالب ذاتها أن لن نبرح حتى نبلغ غايتنا بالحرية والانعتاق من الظلم والقمع والاستبداد ونزيح نظام الأسد من البلاد، كل البلاد. مستمرون معكم مشاهدين في تغطيتنا المباشرة لمظاهرات السويداء المستمرة منذ 13 يوما ومظاهرات الشمال السوري الداعمة لها. الجمعة الثانية تخرج مظاهرات حاشدة في إدلب وعموم المناطق المحررة في الشمال السوري نصرة لاحتجاجات السويداء ودرعا ودير الزور المطالبة بإسقاط نظام الأسد وتأييدا لمطالب السوريين في الحرية ووحدة الشعب والأرض السورية. لعل جميع المؤشرات على الساحة السياسية السورية الأخيرة ذهبت إلى طي حراك السوريين وثورتهم، فالقنوات الدبلوماسية شرعت أبوابها، والتطبيع مع نظام الأسد لم يعد مجرد تكهنات. مع وصول بشار الأسد وفريقه إلى قمة جدة والترحيب بعودته وانضمامه بعد غياب دام 12 عاما، أعلن فيها حربه المفتوحة على انتفاضة السوريين وثورتهم المطالبة بالحرية والتغيير المجرد من المبادئ والأخلاق. لكن رغم فرض العقلية الأمنية التي لا مناص منها ومنهج النهب الذي لا حياد عنه، ورغم تهجير النظام لمعظم الشعب المناهض لحكمه وفرض التخويف والتهديد على من تبقى، لم يتوقف حلم السوريين ولم تتراجع إرادتهم. فالثورة تعلن استمرارها من الجنوب مجددا، من أبناء حوران وجبل العرب الأشم، من ساحات السويداء، من درعا إلى دير الزور شرقا إلى الشمال السوري، بشعارات واحدة تدعو إلى الحرية وإسقاط النظام ووحدة الشعب والأرض السورية. ساحات تصدح بالحرية وأصوات ترتفع في وجه الطاغية، مشهد يعيد الذكريات ويجدد الأمنيات. لا تنحصر في المناطق المحررة والمدن الجنوبية والشرقية فقط، فأصوات الساحل كان لها صدى كبير في الحراك الأخير بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية وخسارة الليرة السورية لأكثر من 99% من قيمتها، وإصرار النظام على سياسته الاقتصادية المريبة في رفع الدعم وإجبار موظفيه على العمل برواتب لا تكفي أجور مواصلاتهم، والشعور العام بأن طبقة من أمراء الحرب تعيش على نهب ملايين السوريين برعاية الأسد ونظامه، وتحول سوريا إلى بلد يتسم بالجوع وتجارة المخدرات. دلائل المشهد تشير إلى اتساع نطاق الاحتجاجات وتعميم حالة العصيان المدني وتباطؤ رهان التطبيع الخاسر أكثر فأكثر بين سوريا ودول عربية، عوامل ربما تجعل الأسد وحيدا عاجزا في المستقبل القريب. للأسبوع الثاني على التوالي يخرج أهالي مدينة الباب بمظاهرة حاشدة دعما للحراك السلمي في السويداء ودرعا وللمطالبة بإسقاط النظام، كما أكد المتظاهرون تأييدهم الكامل للحراك المسلح الذي تقوم به العشائر السورية ضد قسد. الثورة ماضية
بعد 12 عاما من الثورة السورية عاد المطلب وهو الشعب يريد إسقاط النظام. تضامننا اليوم بخروجنا مع أهالي السويداء، مع أهالي دير الزور، مع أهالي درعا، مع أهالي الساحل، مع أهالي حلب، مع كافة المحافظات السورية، تضامنا معهم بخروجهم ضد النظام المجرم. نقول لهم نحن معكم، نحن ندعمكم، ونؤكد على استمرارية الثورة السورية، ونقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، لن نتراجع، لن نستسلم. إلى عشرات السنين، إلى مئات السنين سنبقى في هذه الثورة أجيال وأجيال، ونطالب كما طالبنا من 12 عاما بإسقاط النظام وتوحيد الثورة السورية. نحن حبينا نوصل رسالة للنظام إنه لسه ما إحنا موقفين عن المظاهرات، حتى كمان فتح الجبهات مع تضامنا مع أهلنا في دير الزور وتضامنا مع أهلنا اللي في السويداء. جينا اليوم نأكد بالمظاهرة ومستمرين، كل أسبوع في عنا مظاهرة، والحمد لله رجعت تتفاعل المظاهرات أكثر من أولي. يوم الجمعة بتاريخ 1/9/2023 خرجت مظاهرة حاشدة كبيرة تؤيد عشائرنا وأهلنا في دير الزور ضد عصابات البي كي كي والبي واي دي، وتؤكد على المضي قدما نحو إسقاط هذا النظام المجرم وأحزابه. خرج العشرات في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي بمظاهرة وسط المدينة في جمعة ثورة لكل السوريين، تضامنا مع الحراك الثوري في الجنوب السوري، حيث طلب المتظاهرون بإسقاط النظام وتضامنوا مع أهالي درعا والسويداء. شمال مظاهرات ومعارك ضد هذا النظام المجرم. سيسقط الأسد رغم كل الطغاة، رغم كل داعميه، رغم الدول اللي خذلتنا وخذل الشعب السوري. وبإذن الله بسقوط الطاغية سيسقط كل طاغية، بسقوط الطاغية سيسقط كل طاغية، وإن شاء الله حتى النصر. ليس وقوف، لا يوجد وقوف حتى النصر. طبعا الرسالة لازم تكون واضحة، وقوف جميع أنواع ومكونات الشعب السوري ضد هذا الطاغية بشار الأسد لإسقاط نظامه الفاسد البائد. طبعا هذه الرسالة يوجهها لأخوتنا في الجنوب وفي الشمال وفي كل بقاع سوريا الحبيبة، سوريا الواحدة، سوريا المتحدة، سوريا إن شاء الله التي ستنتفض كلها قريبا في وجه بشار الأسد للخلاص منه ومن نظامه الفاسد. نكون فزعة لأهل دير الزور، مسألة وجود، مسألة عربية، مسألة وجود هاي، وإحنا هدفنا إسقاط النظام مهما حرك مهما جيش. وأهل دير الزور حتى لو أخذوا المناطق الشرقية ما راح يسلمون هذا النظام، لا حد يهرب الحكي الإشاعات اللي عم تطلع. إحنا هدفنا واحد، إسقاط النظام. من أرض الصمود، من الأتارب الأبية، قاهرة الدولتين، نقول نحن معكم على السراء والضراء لسوريا كلها، وإن شاء الله ننتصر على آل الأسد. تحت شعار ثورة لكل السوريين خرج العشرات من أهالي مدينة دارة عزة غربية حلب في مظاهرة أكدوا فيها تضامنهم مع أهالي السويداء ودرعا ودير الزور في حراكهم ضد الظلم الذي يتعرضون له من قوات النظام وقسد. احنا اليوم طلعنا مظاهره في مدينه دارة عزة نصرة لاهلنا في دير الزور ونصرة للحراك الثوري اللي مبلش وشغال بمدينه السويداء، اللي بنتمنى ما يوقفوا وما يردوا على اي وعود من النظام الكاذب، لان مثل ما عم بيوعدكم ان احنا وعدنا بال2011
انه يعمل لنا اصلاحات ويجيب الكهرباء ويجيب المي ويدي يعني، وبالاخير كله طلع كلام كذب. فبنتمنى من سوار السويدة انه ما يردوا على اي كلام واي وعود من النظام، لاني هذا النظام كاذب، هذا النظام فاشل، هذا النظام بس مهمته يقتل الشعب ويحط العالم في السجون ويدمر البيوت ويدمر المساجد والمدارس. اكثر من هيك النظام ما بيطلع بايده يعمل. اليوم ان شاء الله هبه وحده من درعا، من حوران، من السويدة، ايد وحده، ثوره وحده. نحن ان شاء الله للنصر باذن الله، وان شاء الله مظاهرتنا عشان يعرفوا العالم كله اجمعين نحن ما لنا ارهابيين، نحن سوار قمنا نحرر بلدنا من هذا النظام الفاجر، روسيا وإيران والنظام الفاجر إن شاء الله. نحن خرجنا اليوم من دارة عزة في ساحة الشهداء لنكون مؤازرة لأخوتنا في دير الزور والعشائر، ونكون لأخوتنا في السويداء، ونكون في حلب وحمص واللاذقية، ولنقول ولنوجه رسالة للأسد الطاغي الباغي، لا لحكمك لا لطاغيتك، فلترحل شئت أن شئت وأبيت أن أبيت. نحن اليوم خرجنا من مظاهرة في مدينة درعا عزة تحت مسمى ثورة لكل السوريين، نصرة لأهلنا في درعا، في دير الزور، في السويداء. منقول لأهلنا في السويداء أنه استمروا، لا توقفوا هذا النظام مجرم، لا تأخذوا منه أي وعود. منقول لأهلنا في درعا نحن معكم، أهلنا اللي في دير الزور نحن معكم، مستمرين حتى إسقاط النظام معكم، حتى إسقاط قوات قسد الإرهابية. نقول نحن مع أهلنا العشائر في دير الزور قلبا وقالبا حتى تحرير جميع أراضي سوريا. ينضم إلينا مراسل التلفزيون في إدلب أحمد أمين ومنير الحاجي أيضا من إدلب، إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا كذلك من إدلب من حربانوش، ومن الباب الناشط والمدون معتز ناصر. مرحبا بكم جميعا وأنتم معنا الآن لرصد المشهد في الشمال. أبدأ معك أحمد أمين، نحن أمام يعني لحظات مترقبة لمظاهرات سوف تكون بعد قليل، صف لنا المشهد كيف يبدو لديك الآن. مرحبا بك يارا، يعني هذا الحراك بدأ في الجمعة الماضية بزخم كبير كان في منطقة إدلب أو في شمال غرب سوريا بشكل عام، واستمر بهذه الجمعة بأكثر من 8 نقاط للتظاهر هنا في شمال غرب سوريا. الآن نحن نتواجد في مدرج أو موجودين في مدرج المشتل في مدينة إدلب. المظاهرة ستبدأ بعد قليل، وهي تأكيد على تضامن أهالي إدلب في المنطقة مع مظاهرات الحراك في الجنوب السوري، مظاهرات السويداء، مظاهرات درعا، وهذا تأكيد للجمعة الماضية تحت عناوين يعني جمعة الخلاص من بشار الأسد وثورة لكل السوريين في يعني بشكل عام. هذا ما اتفق عليه الناشطين. عادت هذه التنسيقيات والتنسيق للمظاهرات والناشطين الذين يعني كانوا ينسقون لإخراج المظاهرات والحشد الشعبي لهذه المظاهرات من جديد بعد فترة انقطاع بهذا الحراك في منطقة أعداد كبيرة التي تتفاوت. كل جمعة سيكون هناك. كنت أقول الأعداد كبيرة الآن التي تتوافد إلى هذه المظاهرة. لا مشكلة أحمد، يبدو أن الضجيج لديك عالي بكل الأحوال. نعم أسمعك الآن. كنت فقط أسأل عن الأعداد، يبدو أنها أعداد كبيرة ما زالت تتوافد. يعني اليوم كما ذكرت هناك 8 نقاط للتظاهر كانت في منطقة شمال غرب سوريا، كانت في منطقة بنش هنا بالقرب من مدينة إدلب، كانت في أريحة ومنطقة جبل الزاوية، أيضا في بلدة ترمانين ودارة عزة،
ويعني الجمعة الماضية كان الزخم أكبر من هذه الجمعة، يعني الأعداد المظاهرات هي متفرقة على مدى الجغرافيا الموجودة هنا في شمال غرب سوريا، وبالتالي يعني نتحدث عن عدد كبير لكن التجمعات أكبر من الوجود في مكان، يعني لا نتحدث عن مظاهرة مركزية واحدة إنما نتحدث عن أكثر من 8 نقاط حصلت اليوم أو أقيمت اليوم هذه المظاهرات في المنطقة. اللافتات التي ترفع بالدرجة الأولى في هذه الجمعة ما يختلف عن الجمعة الماضية يارا أن هناك يعني لافتات تضامن مع العشائر السورية في منطقة دير الزور ومنطقة دير الزور وريفها، هذه الرسائل يعني وجهها المتظاهرون تضامن مع هذه العشائر ضد قوات سوريا الديمقراطية وضد ميليشيات إيران الموجودة هناك وأيضا ضد ميليشيات النظام في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تضامنهم مع حراك الجنوب السوري السويداء ودرعا ومظاهرات التي تخرج في تلك المناطق هناك. طيب أحمد اسمح لي أن أنتقل لمنير الحاجي كذلك في إدلب. منير أيضا كيف كان هو المشهد اليوم من عندك، وهل ما زال الأهالي يخرجون ويتوافدون إلى نقاط التظاهر؟ مرحبا يا رايان، تحدث اليوم عن قرابة 10 مواقع للتظاهر خرجت في عموم مناطق شمال الغرب سوريا سواء في مناطق حلب الشمالي أو الغربي أو حتى منطقة دارة عزة والترمانين والأتارب وأيضا بنش في ريف إدلب الشرقي ومعرس مصرين، بالإضافة إلى منطقة الزوب في أقصى ريف إدلب الغربي، وأيضا الآن هنا على المدرج مدرج التحرير وسط التحرير في مدينة إدلب. الآن بدأت الأعداد في التزايد والتوافق إلى هذه المدرج هنا مدرج التحرير وسط مدينة إدلب لتلبية الدعوات التي جاءت لهذه المظاهرة المركزية التي تشمل منطقة إدلب بشكل عام سواء إدلب المدينة أو حتى سوريا والبلاد المحيطة بمدينة إدلب. الآن هذه التحرير الصوت يتقطع منير معك، لكننا نشاهد معك هذه الصور التي تأتي مباشرة من إدلب وتظهر توافد المتظاهرين والمحتجين والمتضامنين إن صح التعبير كذلك مع أهالي السويداء مرددين ذات الهتافات وأغاني الثورة التي يرددها الأهالي كذلك في الجنوب. لاحظنا اليوم إذن وجود أكثر من 9 نقاط كما ذكر المراسلين يتوافد إليها أغلب أهالي إدلب في عدة نقاط، ويبدو أنهم مستمرون في هذه الوقفات التضامنية مع أهالي السويداء. سأنتقل لمعتز ناصر من الباب. أيضا معتز كيف هو المشهد في مدينة الباب وفي ريف حلب الشمالي عموما؟ يعني بسم الله السلام عليكم. شهد ريف حلب عموما عددا من المظاهرات على مدار الأسبوعين الفائتين، إن كان لدعم الحراك السلمي في الجنوب السوري السويداء ودرعا، وإن كان أيضا لدعم وشد من أزر العشائر العربية المنتفضة ضد ميليشيات قسد في شرق سوريا. هذه المظاهرات تشكل رافدا معنويا كبيرا جدا إن كان لأهلنا في السويداء ودرعا أو إن كان لأهلنا في شرق سوريا، لأنها تظهر حقيقة أن الشعب السوري واحد وأن المعركة التي يخوضها أهلنا في شرق سوريا هي نفس المعركة التي نخوضها في ريف حلب، وأن المعركة التي يخوضها أهلنا في درعا وفي السويداء هي نفس المعركة التي نخوضها في إدلب، هي معركة تحرير كل السوريين، معركة استعادة سوريا للسوريين من جديد. وبالتالي إذن مستمرين الأهالي بهذه التظاهرات والوقفات الاحتجاجية مع الجنوب. هل يوجد أمل لدى الأهالي معتز؟ يعني ماذا يقول وأنت يعني موجود في الداخل وربما تستمع لأغلب الناس الموجودين في الشمال وخاصة النازحين منهم من قراهم ومدنهم؟ هل يوجد لديهم أمل عندما شاهدوا هذه يعني هذا الحراك الجديد؟ حقيقة نحن نعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخ الثورة السورية. أولا لدينا حاضنة النظام الطائفية بدأت بالتململ وبدأت برفع الصوت والاعتراضات والانتقادات اللاذعة بحق بشار الأسد ونظامه، هذا من جهة. من جهة ثانية دخلت مناطق جديدة إلى الثورة وبقوة رغم القبضة الأمنية الخانقة التي كان النظام يحاصرهم بها وتحديدا أهلنا في السويداء. النقطة الثالثة أن أهلنا في درعا منذ اتفاق التسوية إلى الآن لما يهدأوا بل بالعكس انتقلت حمى التسوية
انتقلت هذه الحمى إلى ريف دمشق الغربي وغيرها من المناطق التي عادت إليها الانتفاضة وعادت إليها الثورة من جديد بعد اتفاقات التسوية، خاصة في عامي 2017-2018. أيضا لدينا انعطاف قوية جدا لصالح الثورة، هي انتفاضة العشائر العربية في شرق سوريا في دير الزور تحديدا ضد قسد. وهذه الانتفاضة إن لم تحاط وإن لم تصان وإن لم ترعى من القوى الثورية وإن لم تدعم من القوى الثورية، نخشى أن يتسلقها النظام وإيران بشكل أو بآخر. كما ذكرت ابتداء، هي نقطة انعطاف ما كانت يعني لتكون من قبل في تاريخ الثورة، لكن للأسف يعني الهزال والترهل الذي تعاني أجسام ما يسمى بالمعارضة السياسية من ائتلاف إلى حكومة مؤقتة إلى جيش وطني تحول حتى اليوم من الاستغلال الأمثل لهذه النقطة المهمة جدا في تاريخ الثورة. بينما لو كان لدينا حقيقة مؤسسات ثورية تنبع من الثورة وتمثل إرادة السوريين الأحرار لكان يعني اليوم مختلف تماما عما نعيشه. لكنا نجد اليوم حقيقة أرتال الجيش الوطني تخرق كل الاتفاقات وتناصر أهلها، ليس فقط في دير الزور بل في جبهات الباب وفي جبهات منبج وفي جبهات الرفعت وغيرها. طيب، أنتقل أيضا لمراسل التلفزيون في ريف إدلب من حربنوش إبراهيم السويد. إبراهيم، أنت معنا الآن؟ إبراهيم يبدو أنك لا تسمعنا الآن، سنعاود الاتصال بك أيضا لرصد المشهد في ريف إدلب. وأعود إلى منير. منير، كنت قد بدأت الحديث عن الأهالي وتوافد الأهالي في إدلب، ويبدو أيضا أن الأعداد ليست بقليلة، مستمرون الأهالي؟ نعم يا رب، بالضبط. يعني الآن بالفعل نرى الأعداد بدأت بازدياد بالتوافد إلى مدرج المسل هنا وسط مدينة إدلب، وسط ساحة التحرير أو خليفة التحرير، للتضامن والتعبير عن التضامن بعد ثورة الجنوب. وكنت قد قلت أن يعني الشعار الذي خرجت فيه هذه المظاهرات أو تخرج هو يعني ثورة لكل السوريين، وهذا نرصده من اللافتات التي يحملها المتظاهرون. وربما نرصد مباشرة اللافتة الكبيرة هنا بالعنوان العريض الشعب السوري واحد، وأن لا تبقى يعني بين أطياف الشعب السوري الذين خرجوا منذ بداية الثورة السورية منذ عام 2011 وصدحت حناجرهم بذات المطالب التي خرجوا من أجلها، وهي إسقاط النظام ومحاسبته وإطلاق صراع المعتقلين، وخرجوا من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة. ومعي هنا يعني أحد النشطاء ناشط سياسي من مدينة إدلب، ربما لديه رسالة ليوجهها يعني من خلال هذه المظاهرة. يعطيك العافية، جاينا هون حتى تتظاهر يعني باسم المتظاهرين، شو هي أبرز المطالب؟ خرجنا لنقول هتاف الشعب السوري واحد الذي ردده ملايين السوريين حتى وصل على أعلان السماء، عبر وما زال يعبر عن ضمير الشعب وعزاباته وطموحاته في التقدم والعيش الكريم ككل الشعوب الحرة، والمؤكد على حتمية إسقاط سلطة البغي الأسدي. إن دخول الحراك الثوري إلى درعا وسويداء والمنطقة الساحلية جاء لسبب غير ملموس. تقطع الاتصال يبدو مع منير، وكنا نرصد ونشاهد الاحتجاجات لأهالي إدلب في مركز المدينة وتجمع كبير يعني يرددون هتافات الثورة ويتضامنون مع أهالي السويداء. نذكر أن أصلا احتجاجات السويداء اليوم كانت هي الأكبر من نوعها منذ عام 2011 وحتى في الأيام 13 الأخيرة منذ بدء الاحتجاجات الجديدة حتى اليوم. إبراهيم السويد يبدو أنه أصبح جاهزا معنا. إبراهيم، أيضا بريف إدلب وبحربنوش بالذات، كيف هو الوضع اليوم؟ نعم يارا، يعني منذ قليل يعني أتينا من مدينة لاترب بريف حلب الغربي، ووصلنا إلى هنا إلى بلدة حربنوش تعبان شمال مدينة إدلب تقريبا بحوالي 15 كيلومتر. في هذا المكان تحديدا يعني منذ تقريبا حوالي 10 دقائق بدأ الأهالي يتجمعون يعني في وسط الساحة الرئيسية هنا في بلدة حربنوش في مظاهرة يعني تم الدعوة إليها منذ عدة أيام. هذه المظاهرة تجمع
يعني أهالي البلدة هنا، بالإضافة إلى عدد يعني من المخيمات والتجمعات العشوائية، علما أن هذه المنطقة هي بالأساس منطقة يعني تكتظ بالمخيمات وبالمهجرين هنا، وبالتالي اليوم كانت المشاركة من عدة قرى وبلدات يرى في هذا المكان تحديدا. هي من بين المظاهرات التي خرجت اليوم من ريف إدلب، أيضا هناك كان بلدة يعني أو مدينة ترمانين في ريف إدلب الشمالي، مدينة سرمدة منذ قليل أيضا كانت هناك نقطة تظاهر، حتى أثناء عبورنا في تلك المنطقة بالقرب من مدينة سرمدة مدينة الدانة تحديدا كانت هناك نقطة تظاهر في على الحدود السورية التركية. وهنا أيضا يعني نتواجد، وأترك فقط يعني الصورة قليلا في هذا المكان، نشاهد يعني هذه هي هذا هو التجمع الذي يعني بدأ الآن يعني منذ تقريبا يعني ربع ساعة في هذا المكان يرى تجمع يعني الأهالي. الشعارات واللافتات التي يعني شاهدتها قبل قليل يعني تتحدث عن نصرة يعني المدن والبلدات في الجنوب، طبعا الجنوب السوري، ودعما للحراك في الجنوب السوري، بالإضافة إلى طبعا البلدات التي يعني الآن هناك اشتباكات، كما يعني هناك نصرة للعشائر المتواجدة في منطقة أيضا يعني ريف حلب. هناك بعض من أبناء دير الزور هنا في هذا المكان أيضا منذ تقليل التقيت بهم يشاركون في هذه المظاهرة. بشكل عام يعني يرى هذه النقاط التظاهر بدأت يعني تكثر شيئا فشيئا بعد أن غابت يعني تقريبا حوالي يعني اكثر من شهرين، كانت هناك يعني فقط المدن الرئيسيه. حتى يعني اليوم المشاركون في هذه النقاط التظاهر من كل المناطق، سواء كان من مناطق ادلب او حلب، حتى منشد الذي يقوم الان بعمليه الانشاد هم مهجرون من طبعا من مدينه حمص ومن ريف حمص، وهم رفقاء الساروت. وهناك بعض يعني اللافتات التي ايضا كانت هي طبعا في يعني للساروت وغيرهم من رموز الثوره السوريه. هنا في هذه النقطة التظاهر يعني كما ذكرت لك هناك نقطة مهمة في هذه النقطة، أن هناك مخيمات وتجمعات شاركت هنا على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها قاطنو هذه المخيمات، إلا أنهم أصروا يرى على المشاركة. طبعا أيضا يعني لو نسمع قليلا فقط هذه الشعارات التضامن مع دير الزور وغيرها. إذن يرى بالفعل يعني هذه كانت الشعارات التي سمعناها منذ قليل، هي شعارات تضامن مع دير الزور، تضامن مع السويداء، مع الحراك في أيضا في درعا هنا من هذه المناطق. أيضا كما ذكرت لك أن بالفعل هناك يعني مهجرون من درعا، مهجرون من المناطق الجنوبية يشاركون في هذه المظاهرات. أيضا يعني الرسائل التي شاهدتها منذ قليل يعني أو اللافتات، هناك أيضا حضور للافتات لمدينة كفرنبل التي كانت تشتهر يعني يرى باللافتات يعني حتى الجمل الفكرية والرسومات. أيضا منذ قليل شاهدنا بعض يعني من هذه اللافتات، سواء كان في منطقة يعني الأتارب وحتى هنا في حربنوش. أيضا بالتوازي مع هذه المظاهرة يعني الآن ربما تكون المظاهرة أكبر أو مركزية تكون في مدينة إدلب تحديدا في مدرج المشتل التي تم الدعوة إليها. الدعوات ربما ستكون يرى أكثر يعني خلال الأيام القليلة، علما يعني علمنا بأنه كل جمعة سيكون هناك تسمية جديدة. اليوم ثورة لكل السوريين، وربما الجمعة القادمة يعني تكون هناك أيضا تسميات جديدة ونقاط جديدة. طيب اسمح لي إذن أن أنتقل مجددا إلى إدلب، ومعنا أحمد أمين من هناك. أحمد، كنت بدأت تصور لنا المشهد وتوافد الأهالي إلى نقطة التظاهر التي أنت فيها. نعم يارا، تركت الصورة على المظاهرة التي بدأت منذ قليل هنا في مدرج المشتل في إدلب، والحقيقة بدأت بأنشودة قديمة جدا كان قد بدأها السوريين في عام 2011 التي بدأها قرشوش حما، ومن ثم يعني بعنوان يلا ارحل يا بشار، هذه الأهازيج التي في كل مظاهرة يغنيها السوريين بدأوها في عام
2011. ما لفتني أيضا هي صور الأعلام الموجود عليها صورة الساروت التي بدأت هذه المظاهرة بأناشيده وأهازيجه هنا مع رسائل التضامن مع السويداء ودرعا ودير الزور حاليا. يعني هذه يعني هذا التضامن من الشعب السوري او من النقاط التضامن التي خرجت اليوم في كل مناطق في الشمال غرب سوريا. يعني يرى الحقيقه في كل جمعه هناك دعوات لمظاهرات، بدا هذا الحراك في الجمعه الماضيه ومستمر حسب تنسيقيات المظاهرات هنا في منطقة إدلب أو منطقة شمال غرب سوريا بشكل عام. في كل جمعة ستستمر هذه المظاهرات في أحمد. طيب ماذا عن سلطات الأمر الواقع، سلطات الحاكمة في المنطقة؟ كيف تتقبل مثل تلك التجمعات والتظاهرات والتضامن أيضا مع باقي المناطق سواء السويداء أو دير الزور أو درعا؟ يعني كيف تتعامل مع هذه التجمعات؟ نعم، يعني سابقاً كان عندما تقوم المظاهرات هناك أشخاص مسؤولين عن تنسيق المظاهرات وتسمية الجمعة ودعوات الناس إلى المظاهرات. هذا ما يتم حالياً، يعني هذا الحراك الذي بدأ الأسبوع الماضي عاد تفعيل هذه التنسيقيات التي بدأت يعني بكتابة اللافتات كما في الأعوام الخوالي، توزيع الأعلام، كتابة اللافتات يعني بالتضامن مع المناطق التي تتظاهر ضد النظام، كتابة اللافتات التي يعني تتضمن العديد من الرسائل لجهات خارجية لمن خذل السوريين، يعني كما يقول المتظاهرين بهذه اللافتات، رسائل إلى المجتمع الدولي، رسائل إلى الدول الجوار، رسائل إلى روسيا التي يعني أجرمت بحق السوريين كما مكتوب على اللافتة التي قرأتها منذ قليل، لافتات أيضا يعني إلى عدة رسائل وعدة جهات دولية ومحلية. أيضا هناك مطالبات في هذه المظاهرات أيضا، يعني من بين المطالب يا راهية بفتح الجبهات مع أو فتح المعارك مع قوات النظام، لأن جل من ترينهم الآن في هذه الصورة هم يعني من محافظات سورية مختلفة، هم من مناطق هجروا منها قسرا بفعل العمليات العسكرية لقوات النظام، وبالتالي في كل يعني استحقاق أو في كل مظاهرة دائما ما يكون هناك مطلب بفتح المعارك مع قوات النظام لعودة المهجرين، بالإضافة إلى التضامن مع المناطق التي تخرج الآن بمظاهرات وتحديدا منطقة السويداء التي يعني رأينا اليوم المظاهرات الحاشدة فيها في ساحة الكرامة. وكانت يعني أول ما بدأت هذه المظاهرة هي بدأت برسالة إلى أهل السويداء أنهم يدعمون أهل السويداء في حراكهم ضد النظام وأنهم مستمرين بهذا بدعم هذا الحراك في كل جمعة بعد يعني وتحديدا في هذا المكان. أحمد سنترك إذا الصورة تتحدث وتنقل لنا يعني هذه التجمعات للأهالي في عدة نقاط في إدلب وريفها، وأنتقل لي انضم إلينا الآن ضيفنا من السويداء مروان حمزة الكاتب والناشط السياسي. مرحبا بك سيد مروان. إذا نقاط عديدة اليوم في الشمال السوري تتضامن مع أهالي السويداء في يومها الأكبر واحتجاجاتها الأكبر منذ أعوام وأيضا ب 13 يوم الأخيرات، كيف تراقبون ما يحصل في الشمال وما مدى انعكاسه على حراك الأهالي في السويداء وفي الجنوب عموما؟ الله يسعد مساكم جميعا، تحياتي لكم ولكل المشاهدين. اليوم النقاط كانت متفرقة قبل الانضمام إلى ساحة الكرامة، يعني بشهبة اليوم جمعت كل القرى المحيطة بمنطقة شهبة، من أم الزيتون، من صلاخب، من عريقة، من لاهتي، من صورة صغيرة، من دومة، من عراجي، من نمري، من شنينة، من رضيمة، من شقة، هذه القرى كلها وهدت إلى شهبة. صار في مظاهرة صغيرة بشهبة رفع فيها اسقاط النظام، وثم انتقلت هذه المظاهره بموكب مهيب الى السويداء، حيث شاركت اليوم بالسويداء ودخلت الى ساحه الكرامه بمنظر رائع ورهيب جدا. اليوم ساحه الكرامه غصت بالمتظاهرين من كل انحاء الجبل. طبعا هذا المنظر اللي صار اليوم بساحه الكرامه لن نراه سابقا ابدا. وكمان شفنا ضيوف او وفود اتت من كل القرى جنوب السويداء، من صلخب، من عرمان، من ملح، من متام،
من رفاس، من القرية، من كل قرى الجبل اليوم وفدت إلى المركز إلى ساحة الكرامة بالسويدة. كانت جموع المتظاهرين نساء شباب رجال شيوخ أطفال. كان في قصص كثير جميلة بساحة الكرامة. كانت النساء لابس اللباس أو زي التقليدي للجبل، وكانوا عوزعوا سندويشات خبز عربي أو خبز الملوح بنسميه باللبن العربي على الشباب الصغار الموجودين بساحة الكرامة. منظر كان رائع، هناك سيارات. طيب أو سيد مروان يعني على المتظاهرين في وزعوا قهوة، جو كان جميل جدا ورائع. نتمنى هذا الاحتفال الثوري والجماهيري اللي كان اليوم بالسويدة يكون بكل محافظات القطر. يعني سيد مروان لكل المنتفضين بكل الساحات بسوريا. نعم. جميل. طب يعني كثير من الناس اليوم يقولون إلى متى سوف يصمد أهالي السويداء في هذا الحراك، وهم قد يكونون يعني بأمس الحاجة لأدنى مقومات الحياة في هذا الوقت، ويعني أسبوعين تقريبا متواصلين من الوقفات الاحتجاجية. هل فعلا سيبقى أهل السويداء صامدون؟ وماذا أيضا عن التحركات التي لها علاقة بالنظام؟ إلى أين؟ إلى ما شاء الله. في فكرة انه يتخفف عبء على المتظاهرين بانه نعمل وليكن 3 أيام بالاسبوع. عم يتفكر بهذا الامر لإراحة هذول الجموع اللي صلن فعلا مش بس 13. هلا قبل الاحتجاجات الفعليه اللي كانت بالساحه قبليها كانت من يوم الخميس، يعني 15 هذا دخلنا بالاسبوع الثالث. هذه الاحتجاجات مستمره. في هناك تفكير من منظمي الحراك بانه نخفف عبء على الناس بانه تكون 3 أيام بالاسبوع، يوم راحه يوم تظاهر. وهذول الناس مثل ما حكيت سابقا ما عاد عندهم شيء يخسروه. هذول الناس ما عاد عندهم هدف الا اسقاط هذا النظام والعيش بحريه وكرامه لبقيه حياتنا. هذول الناس اللي طلعوا اليوم هذول ما بعرف شو بدي احكي، يعني في حكي كثير بينحكى. والسؤال الاخر او الشق الاخر من سؤالك هو حول تصرفات السلطه. لا يوجد اي تصرف باتجاه المظاهرات الصايره، اي تصرف او تعدي او مراقبه، ما بنعرف شيء واضح. ما في شيء واضح للان، ما حدا قرب على ساحة الكرامة أبدا، ولا حدا شكى من أنه هناك أي معوقات لقدوم المتظاهرين إلى ساحة الكرامة. طيب سيد معتز، وأنت تراقب وتسمع ما يحصل، كيف تنظرون لردة فعل النظام؟ هذا الهدوء حتى الآن وعدم التدخل، يعني كيف تراقبون هذه الطريقة التي يتعامل بها النظام؟ أولا نرجو لأهلنا دائما في السويداء وفي غيرها من المحافظات السورية، نرجو لهم السلامة ونرجو لهم الأمان دائما. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، السويداء لها خصوصية، وهذه الخصوصية يراعيها النظام حتى يعني لا يسقط آخر ما تبقى من الورقة التي كان دائما يلعب بها مع الدول، وهي ورقة يعني حماية ما يسميه النظام بالأقليات. لا يريد النظام أن يخسر هذه الورقة بشكل كامل، لكن مع ذلك بسبب العقلية الأمنية التي بني عليها النظام، وبسبب يعني الفيروس الإيراني الطائفي الذي يعني أشعل يعني شهوة النظام للقتل ولسفك الدم بشكل أكبر مما كان عليه عندما كان يعني وجه النظام المجرم هو فقط حزب البعث، لكن هناك أصبحت أحقاد طائفية تغذى من إيران بشكل مباشر ودائم. وهذه الأحقاد الطائفية نخشى أن يصب النظام على يعني أهل السويداء حقيقة، إضافة لأن النظام يملك أوراقا قذرة يحركها وقت الحاجة كورقة تنظيم داعش مثالا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لم يعتد النظام على أن يسمع كلمة احتجاج في مناطق يحتلها، وإلا لما خرب النظام من الأساس يعني كل سوريا. عندما يكون هناك احتجاجات في السويداء ذات الخصوصية، وعندما تنقل هذه الاحتجاجات على الشاشات، وعندما يعني تصطبغ هذه الاحتجاجات باللون الأخضر المميز للثورة السورية، وعندما يتجاوب الشمال السوري المحرر وتتجاوب درعا وتتجاوب دير الزور مع هذه الاحتجاجات، بل وتغلي باقي المناطق التي يحتلها النظام، يعني هناك خطر حقيقي يداهم النظام. النظام لا يعرف كيف يتعامل مع هذا الخطر إلا بعقلية واحدة، وهي العقلية الأمنية الدموية. لكن أغلب المحللين سيد معتز، اليوم شاهدت بعض المقابلات الصحفية مع ناس من مجلس الشعب وناس من الداخل السوري ومن سياسيين يعني تابعين للنظام، كانوا يقولون أن هذه الحركات عفوية ونحن نتفهم هذه المطالب، وكأنهم يريدون احتواء
هذا المشهد، وأننا والسويداء جزء واحد والموضوع طبيعي ونحن معهم بهذه المطالبات. ماذا تقرأ من هذا الكلام يعني؟ تمام، أنا ذكرت لك في البداية أن السويداء لها خصوصية يعني بالنسبة لموضوع النظام ودعايته بأنه حامي ما يسميه الأقليات من جهة. من جهة ثانية يريد النظام حقيقة أن يعني يعمل على شرذمة ويعمل على تفريق الموقف الكامل والمتكامل في السويداء عبر اجتذاب مثلا بعض الزعامات الدينية واجتذاب بعض الزعامات السياسية أو بعض الزعامات المناطقية وإعطائهم مثلا بعض التنازلات أو بعض يعني بعض المكتسبات الخاصة لمحاولة تحييد ما يستطيع تحييده. لكن الشعب حقيقة في السويداء وفي غير السويداء قال كلمة واحدة لن يتنازل عنها، هي الشعب يريد إسقاط النظام. بات معروفا عند كل السوريين المؤيد منهم قبل المعارض والموالي منهم قبل الثائر بأن استمرار هذا النظام بات ضربا من العبث. النظام نفسه بات يعرف هذه الحقيقة وبات يدرك أنه في بداية النهاية. قبل يعني أن يغادرنا سيد مروان، اسمح لي أيضا أن أوجه له ذات السؤال لسيد مروان بطريقة أخرى. يعني أنتم مستمرون في مطالبكم كما قلتم، وفي حال لم تصلوا إلى هذه المطالب، تريدون إسقاط النظام، تريدون مطالب سياسية، طب لم يسقط النظام، يعني اسمح لي لأن لا أقصد التشاؤم ولكن هذا يعني يشاع في الشارع اليوم السوري، وإن لم يحصل وإن لم تصلوا إلى هذه المطالب، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ نحن مستمرون. الثورة السورية اللي بلشت بال 2011 للآن إلى 12 سنة وما زالت مستمرة. لما كانت تطلع مظاهرات مليونية بحمص وحما وحلب وبإدلب كانوا يقولوا الناس إنه بكرة بده يسقط هذا النظام، لكن هذه الدول المحتلة لسوريا ما بدي أعددهم لأنه في كثير احتلالات، هذه الدول هي اللي ما بدها تسقط هذا النظام لأنه شافت هذا النظام هو حصالة بتغرف من خيرات سورية ساعت اللي بدها. وأنا الآن حكيت بآخر مقابلة القرار الإسرائيلي أولا والأمريكي ثانيا بإسقاط هذا النظام بصير. نحن مستمرين بتظاهراتنا، ما بدي فوت بالشق السياسي نحكي فيه كثير إنه لا إيران ولا روسيا بدها إسقاط هذا النظام، ما دام هذا النظام منهم كل ما يطلبون كانوا نفط ولا فوسفات ولا مرافق ولا كل يعني شو ظل من باع بسوريا؟ شو ظل من باع؟ حتى الشعب السوري باعوا هذا النظام اللي تعود يسرق من الشعب السوري ومن سوريا ومن خيرات سوريا على مدى 20 و 30 و 40 و 50 سنة. نحن مستمرين بالتظاهر إلى ما شاء الله. أنت يسقط ما بعرف. الله يقويكم سيد مروان، ويعني ما فينا غير الله يحميكم بدون أي مقاومة. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة السيد مروان حمزة، كنت معنا من السويداء. أعود لشبكة المراسلين، ونشاهد الآن على الشاشة أكثر من نقطة تظاهر في إدلب، في عموم إدلب وريفها كذلك. كان معنا إبراهيم سويد وقلت لنا أن اليوم إذن نقاط عديدة في ريف إدلب مستمرة بالتظاهر. يبدو أن أصلا اليوم جمعة، ودائما يوم الجمعة له خصوصية عند الثوار والمتظاهرين. نستمع إذن لهذه الصور، تصل مباشرة من إدلب لإحدى نقاط التظاهر وتجمع الأهالي المتضامنين مع أهالي الجنوب السوري. إذن نشاهد هذه الصور تصل مباشرة من إحدى نقاط التظاهر في إدلب. أحمد، وكأنك أنت من معنا الآن، أحمد أمين. نعم يارا، نعم. سمعت السؤال لإبراهيم السويد خطر في بالي، يعني كان في أول الثورة أنشودة كانت تقول يعني من أناشيد أهل درعا أن كرهتيهم يوم الجمعة. بالفعل هو يوم الجمعة يوم لدى السوريين يعني لديه طابع خاص، خاصة مع بدء الحراك أو عندما يكون هناك يعني مظاهرات أو يكون هناك
يعني فعاليات ثورية في يوم الجمعة دائما تعيد للأذهان هذا اليوم الذي بدأت يعني الثورة في يعني لديها زخم كبير في يوم الجمعة. فيعني هذا اليوم له طابع خاص، له مكانة خاصة في قلوب السوريين، خاصة في يعني في وقت المظاهرات، في وقت الفعاليات الثورية التي يعني يعمل عليها الناشطون في هذه الفترة. والجمعة الماضية يعني نشاهد الزخم في الجمعة يكون أكبر من غيره في باقي أيام الأسبوع. بالتالي يعني كما يقول أهل درعا أن كرهتيهم يوم الجمعة، وهذا أيضا ما كانوا ينشدوا هنا المتظاهرين منذ قليل، هي أهزيج يعني كانت لأهل درعا وكانت لأهل حماة، لخاشوش حماة وكانت للساروت، يعني يرددونها هنا في هذه المظاهرة الآن. طيب منير الحاجي، أنت أيضا كنت معنا وتنقل لنا أصوات المتظاهرين ومطالب أحد الأهالي الذي كان معك قبل قليل. منير، الأهالي سيستمرون بهذه الاحتجاجات وستكون منظمة؟ يعني يوم الجمعة على سبيل المثال سوف يكون هناك استمرارية ودوام لهذه الاحتجاجات؟ الصوت ما زال يتقطع معك منير. إبراهيم سويد ربما يسمعني الآن، يعني وواضح تجمع الناس بشكل كبير والأصوات التي يعني نسمعها معكم وهي أجمل الأصوات التي يعني تصدر من حناجر الأهالي المتظاهرين والمحتجين. منير، إبراهيم سويد أقصد، تسمعني؟ نعم 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 يا رأى أسمعك. بالفعل يعني عندما تتحدثين عن شعارات يعني الثورة، بالفعل يعني وهنا في هذه اللحظات أيضا يعني من أقدم الشعارات التي كانت يصح بها أو كان يصح بها الأهالي حقيقة في بدايات الثورة، الشعارات التي شاهدناها يعني خلال ربما هذه الأسابيع أو خلال الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، من حيث الشعارات، من حيث اللافتات التي يتم كتابتها من قبل الأهالي، هي عملية تجديد يارا لروح الثورة هنا في هذه المنطقة. اليوم يشارك بكل يعني الشعب بكل أطيافه، سواء كان من أي طوائف كانت هنا، في سواء كان في إدلب أو في السويداء أو في درعا. فهذا التناغم الواضح حقيقة في هذه الشعارات كان واضحا ربما خلال الأسبوعين الماضيين. منذ قليل كانت أيضا هناك شعارات مناصرة لدرعا ومناصرة للسويداء وغيرها من المحافظات السورية، حتى الانشودات التي كان يعني ينشد بها يعني في بداية الثورة قاشوش، الثورة في حماة تحديدا يعني في عام 2011. اليوم في هذه اللحظات أيضا يعني يرى، دعني فقط يعني ثواني فقط نسمع هذه الشعارات، هي كانت في حماة في ساحة العاصي تحديدا. إذن نعم بالفعل يا رب، هذه يعني بعض الشعارات. سأختم إبراهيم مع هذه الجمل التي يقولها الأهالي في هذه التظاهرات، يعني وما أجملها من هتافات أعادت إحياء يعني روح الثورة لأغلب المتظاهرين بكل النقاط السورية. سوف نبقى دائما في تلفزيون سوريا على اطلاع مباشر على كل حراك جديد وكل النقاط الاحتجاجية من خلال برامجنا ونشرات الأخبار على مدار اليوم والأيام القادمة. وأشكر جزيل الشكر شبكة مراسلين كانوا معنا اليوم، من إدلب كان معنا منير الحاجي وأحمد أمين، ومن ريف إدلب من حربنوش بالذات كان معنا إبراهيم سويد. كذلك أشكر ضيوفي، كان معنا سيد مروان حمزة من السويداء، ومعتز ناصر الناشط والمدون كان معنا من الباب في ريف حلب. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا ننتهي بهذه التغطية، نتابع معكم من برامجنا الأخرى ونشرات الأخبار كل ما هو جديد بخصوص الحراك السوري.
قامت السويدة قومي وحدي ولا تراجع عنها. لا لحكم العسكر، نعم لدولة مدنية. سوريا ليست لشخص ولا لعائلة ولا لفئة. نحن كل يوم بالألفاب ننزل على الشارع.